عسلامة. الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عسلامة عسلامة، مرحبا بيك. مرحبا. مسيو، حبيت تحكي معنا على القضية الفلسطينية. مرحبا بيك. القضية الفلسطينية هي أم القضايا، قضية العالم فعلا، يعني أم القضايا. الله أكبر على من طغى وتجبر، وربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمة من عهد الرسول وحتى من عهد الأنبياء قبل الإسلام، الإسلام يحارب الكفر والمسلمين يحاربون الكفر والكفار من أول الدنيا. هو البداية من أبينا آدم عليه السلام مع الشيطان، وكل شغل الشيطان، وبداية قتل قابيل هابيل وقتل أخوه، فهمتي؟ فالأمور اليوم مكهربة جدا جدا، وخيانا نشوف فيهم على التلفاز وعلى الأخبار، يذبحون ويقتلون ويشردون ويدمرون، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالعبد الضعيف، العبد الفقير. الله، أنا أعوذ بالله من كلمتين، اسمي محمد العجمي. شرفوا بيك. عايش، وكنت إمام وخطيب جمعة سابقا، وعندي شوية أقوال شعرية باللغة العربية الفصحى وبالفرنسية وبالدارجة، من ضمنها والله هذه واحدة البارح برك أنت خذيتني على الصبحانية، فهمتني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نسمحها ليك ولخياني المؤمنين من قلبي، أنا قلتها البارح واليوم. بسم الله، خاطر ما زلت ما حفظتهاش. ما هو العلم، العلم في الراس وليس في الكراس. بسم الله، حلها في وجهك. أسمك ربي غادة. عاشت الأسامي يا غادة. عايز. الله يسترك ويعطيك الوقت الطيب. اسمع ايش قلت يا بنت الحليل. قلت الله يحرقكم بالنار يا يهود نصارى وكفار. صلوا على النبي. الله يحرقكم بالنار يا يهود نصارى وكفار. دمرتوها فلسطين وقتلتوا صغار مع كبار، وغزة هاشم خربتوها وهديتوا كل سبيطار. ربي يجيب هالك يا أمريكا ويهلككم يا إعلام العار، ويا كل الباع القضية، ربي يحرقكم بالنار. طوفان الأقصى متواصل، طوفان الأقصى متواصل. اي الله أكبر. ولو دمرتوا زنقة ودار، والدم العربي يا يهود أغلى من يورو دولار. وأقوى من القوة اللي جبتوها، جو وأرض مع البحار. بيت المقدس يملى عين يسكنها القوم الجبار. الشرق الأوسط مقبرتكم يا يهود نصارى وكفار. قرب اليوم الموعود وحق العزيز الجبار. الشجرة مع الحجرة تنادي يا مسلم يجبدي الثار. ها هو وراي اليهودي، اقتله ومحيه العار. وحق الرسول خبرنا الصادق في قواله المختار، نحرر أقصانا ونصلي في الأقصى بإذن الغفار، ونشكر مولانا ونصلي على النبي الهادي المختار، ونترضى على الصحابة والآل الكمل الأخيار، والعجمي العبد الضعيف المبتلى المغرور، والعجمي الجاب الغناية من تونس دولة الأحرار. شعب وحكومة ورئيس ما يخافوا ما يهابوا النار. الله يحرقكم بالنار يا يهود نصارى وكفار. والسلام. هذا مساج للكفار، للكفار والنصارى واليهود، ولأتباعهم من أعلام العار، ولأتباعهم من باعوا القضية. وحسبنا الله فيكم فيهم، حسبنا الله فيهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، وهزم الأحزاب، اهزم أعدائنا وزلزلهم، ونأمن كمان تربي ما تفسخوهاش. صوتك يوصل مسيو. لا قدرة ربي صوتك يوصل. وين انتم بشنو؟ نيو ميديا تي في مسيو. اي نتشرف نيو ميديا تي في. ربي ينصر الحق واهله. احكي لي من وقت ايش تكتب مسيو؟ نكتب من قديم، نكتب من قديم. انا طلعت في عندي ما نقول لك، وحبيت امراه وعند سي علاء الشابي، ربي يهدينا ويهديه ويعفو بينا وبيه. طلعت مع المخرجه هاله الدريدي. اي وطلعت في عندي ما نقول لك. وين المراه مسيو اللي حبيت؟ ليش ما تفهمناش في الاخر. وقتها غنيت عليها بالفرنسيه، قلت لها اسيا ne me quitte pas ne me laisse pas ne me tombe pas اسيا. un jour par hasard je t'ai trouvé d'un coup devant la mosquée tu m'as rendu fou اسيا. وهكذا. علاش ما تفهمتوش؟ علاش ما تفهمتوش؟ فكرناك انت مسيو. فوالا ما تفهمناش. مكتوب مكتوب. ولا زلت الى الان ابحث عن الزوجه الصالحه المصلحه. اي نعم. عندك صغيرات؟ عندي هذوك الكبار عرسوا على رواحهم، شادين بلايص كل حد شاد بلاصته.
من وقتاش توا انت يعني سليباتير؟ صافي 10 و بلوس، قريب 10 11 سنه وحدي. كي الطبيب كما يقولوا حشيك، تعرفي الطبيب هكا الطير اسمه الطبيب يبدا يغرد وحده، انا عايش كي الطبيب وحده. وقداش عمرك توا؟ توا عمري 70 سنة وما زلت الحمد لله شباب. صلاه عندي صغير ما شاء الله. لا ما زلت باذن الله، الحمد لله ذلك فضل الله. دونك تحب تعاود حياتك؟ بيان سور. سيدنا عبد الله بن مسعود ولا مرضى صاحب رسول الله، معليش مادام حربشتيني بدا حرب. سيدنا عبد الله بن مسعود معناها خرجتيني سيدنا عبد الله بن مسعود ولا مرضى عنه، ماتت مرته صاحب رسول الله اللي هما المرجع الاولاني القران الكريم عن طريق جبريل، والمرجع الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم المرجع الكامل، ثم المرجع اللي بعده الصحابه الكرام هم المرجع للاسلام والمسلمين، ثم التابعين وتابع التابعين الى ان وصلنا هذا الدين لسادتنا علماء الزيتون المعمور. سلام اسمعني خل كملك بعد اذنك. سيدنا عبد الله بن مسعود ماتت مرته وهو في حديث عهد برسول الله وهو في الجبانه، قال لهم من يزوجني حتى لا القى لها عزبة، وهو مازال في الجبانه تفن مرته هنا. وكان قالها واحد طول هنا احباني يا يقولوا ايه مرته مازالت كي تفنها، وقول له وجولي نعرس على خاطر خرج من قلوبنا الدين، خرج الايمان من قلوبنا والدين، شدينا القشور وتبعنا وسيبنا اللب الموضوع. من حقك مسيو باش تعاود حياتك، حق كل مسلم ان يتزوج حتى وانت اكبر من هكا، من حقك. تحبها في عمرك ولا اصغر؟ حبها اونتر 40 50 اون. باهي سافا، ميساج نبعثه متوسط العمر يعني مصلحة تخاف ربي. الحمد لله وعندي الفراسه راهو، اولا نستخير ربي فيها وثاني عندي الفراسه نعرفها صحيحه ولا اللهم عافينا. على كل بارك الله فيكم، وخلينا من نسيها توا همنا فلسطين، همنا ربي فرجنا على خيانا، وراهو معاكم الشعب العربي المسلم التونسي يا فلسطين بلاد القيروان بلاد الاغالبه رابعة الثلاث، رانا معاكم قلبا حكومة وشعبا ورئيسا باذن الله. ولو جت ولو اقسم بالله واجزم على ذلك، لو جت تونس حدود مع اسرائيل اقسم بالله يا التوانسة الا يقعدوها كبار وصغار، اقسم بالله لما يهدوا الحدود ويدخلوا. وحق جدي رسول الله وانا على يقين من ذلك، مش نفخر في التوانسة، انا اعرف التوانسة، انا تونسي واعرف التوانسة، والله 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 يا يهود. وكان جت تونس حدوديه مع اسرائيل الى خلوه الى نقعدوا دقيقه. بسم الله، كلمه الختام بالصلاه على النبي محمد عليه الصلاه والسلام وال بيت الطاهرين. ربي يفرج على بلادنا اول شيء، وعلى ويوفق رئيسنا لما يحب ويرضاه بجاه رسول الله يعطيه البطانه الصالحه. لانه سيدنا علاش قلت يوفق رئيسنا؟ تو فما يقول لك يبندر ويقفف. اسمعني، نحن اهل تونس مذهبنا الامام مالك، مذهب المالكي، فهمتني؟ ولا سادتنا علماء الزيتون وشمال افريقيا كله مذهبنا الامام مالك يا امه محمد. والامام مالك اللي نحن متذهبين مذهبه قال، وقرأوا التاريخ وقرأوا السيره، قال لو اعلم ان بقيت لي دعوه واحده لخصصتها للسلطان، دعوه واحده مستجابه خصصها للسلطان. اللهم وفق رئيسنا قيس سعيد، ووفق امته، ووفق كل حر يعاون الدولة الفلسطينية والفلسطينيين وينصرنا على الصهاينة. السلام. شكرا.